السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة. في السلسلة دي هنتعلم الذكاء الصناعي أو الغباء الصناعي بهزر طبعا، من خلال مكتبة اسمها أوبن سي في. علما أن في مكاتب تانية بتستخدم في صناعة الذكاء الصناعي غير أوبن سي في، ولكن اخترنا مكتبة سهلة. ممكن إن شاء الله في كورسات قادمة نشوف أنواع تانية، لازم نجرب كله. طيب المكتبة دي عشان أسليها لازم أنزلها، أعملها important من خلال التيرمينال. عارفين التيرمينال دي تيجي منين؟ انا لما اجي اقفله خالص اروح عند على جنب كده في شريط الادوات، عندي شمال عندي حاجه اسمها التيرمينال، ادوس على التيرمينال، هكتب هنا بيب 3 انستول وتعمل المسافه اوبن اوبن سي في داش بايثون بي واي تي اتش او ان. بس مجرد ما كتبت الكلمتين دولت كده هنا كده هتعمل انستول المكتبه دي وهتضيفها للمكتبه. بس هي اوريدي خلاص عشان هي مكتوبه، انا كنت عاملها قبل كده فمش هتسطب تاني يعني كده خلاص. هو مش هتسطب، هي بتعمل لها امبورتنت المكتبه بتاعتها من الانترنت، لازم يكون الكمبيوتر بتاعك متوصل بالانترنت. احنا مستخدمين فيرجن عندنا مستخدمين باي شارم اللي هو فيرجن 2024.2.2. طيب احنا كده دخلنا المكتبه بتاعتنا، محتاجين نعمل في الدايركتوري بتاعنا فولدر احط فيه الصور بتاعتي. هعملها ازاي؟ من ناحية كليك يمين في المشروع بتاعي اختار نيو، وبعد نختار دايركتوري اسمي مثلا اي ام اي جي اس ايمجز، بحيث احط الصور بتاعتي هنا اهو، واعمل دراج ودروب مثلا للصورة اللي عايزة تتم كرامنا. احنا بنستخدم، احنا لسه بنتعلم الف ب الذكاء الصناعي، امشوا وراي بخطوات ستيب باي ستيب، لان مكتبة الذكاء الصناعي فيه اوامر كتيرة جدا مش هتعرفوها وتبقى صعبة عليك جدا، صعبة جدا عليكم انتم تتعلموها، ولكن لازم تتعلم من الف ب ت س ج ح كده يعني بدايتها والبدايات بتاعتها بسيطة جدا. فالفيديو فيديو بص عليه، الفيديو ده بص عليه وطبقه وعمل. خلصنا الفيديو ده، شوف الفيديو بعدين، الفيديو بعدين ليه سلسلة تانية يعني. السلسلة دي الأولى صورة ما ينفعش فيديو واحد، في أكتر من فيديوز. فكل فيديو تكتب كود بتاعها في قلم ورقه، وبعد ما تكتب في قلم ورقه تيجي تطبقها وبقت بالنسبه لك سكسسيف يعني خلاص بقت كده خلاص دن، خش على اللي بعديها وهكذا لغايه من الاوامر ما تلزق في دماغك وكده خلاص قشطه اوكي. الدرس ده السلسله دي اللي هو يعتبر المستوى التالت او المستوى الرابع مش فاكر، تقريبا المستوى الاولاني تالت، ده يعتبر المستوى التالت، مش هتعرف تتعلمه برده الا لما تتعلم الاساسيات. احنا عاملين المستوى الاولاني لازم تتعلمها، خلصت المستوى الاولاني تخش على المستوى الثاني لازم تتعلمها، المستوى الثالث بقى ده هتتعلمها بعد ما تشاهد المستويات الماضيه موجوده في نفس القناه بتاعتنا انا مبرمج محترف. خلينا نكمل بقيه الموضوع بتاعنا، عايزين نجيب صوره ونحطها هنا ونقرا بيانات من عليها ونقرا ونشوف نغير حجمها ونغير حجمها ونعرضها ونشوف البكسل عدد البكسل بتاعتها. مثلا انا عندي فور اكزامبل، انا عندي كده مشروع في بايثون، عايز اخد مثلا الصوره دي اغير اسم بتاع المرينيم مثلا اي حاجه، واخدها وافتح المشروع بتاعي واحطها في الايمجز، وبعد كده ادوس ايه اوكي او ريداكتور. ودلوقتي حالا انا عشان ابدا اعرض الصوره بتاعتي محتاج استدعي باللايبرري اللي اسمها اوبن سي في. استدعيها ازاي بقى؟ اقول هنا import، لا سوري كده import اسمها cv2، شايفين الامر cv2، انا عندي مشكله في الكيبورد بتاع cv2 سوري، import cv2. انا عايز اكتبه بمقطع ليك عشان هي كده صح، لازم يكون الكلام على نفس، شايفين اللاين ده عشان جاب رقم 1 2 3 وفي لاين من جنب، لازم يكون اوامر جايه على اللاين ده. طيب هنا عشان ابدا اسد المكتبه بتاعتي وعشان اعرض الصوره في 3 خطوات محتاج اعملها. الخطوات دي اقرا الصوره، اقرا مسار الصوره، الصوره دي عشان اعرضها لازم اعرف اصلا هي فين عشان اعرضها. فهنا محتاج ايه يا حبايبي؟ محتاج اكتب هنا اقول قراءه مسار الصورة، مسار الصورة الفيديو برضو كذلك الأمر. دي أول خطوة. تاني خطوة إيه؟ عرض الصورة، الله ينور عليك. تالت خطوة إيه؟ ثبات الصورة. عرفنا بقى يعني دلوقتي عشان أقرأ الصورة بتاعتي
هقرا صوره من خلال اللايبرري بتاعتي اللي اسمها اوبن سي في، مع ان اصلا في لايبرريز غير اوبن سي في متخصصه لقراءه بيانات الصوره او مسار الصوره، بس احنا بنستخدم اوبن سي في. فهنا نقول ايه بقى؟ عشان احنا بنستخدم اوبن سي في بنقول سي في 2 دوت ريد ايمج. بس هل هينفع اكتب كلمه ريد ايمج؟ لا، هما في اللايبرري قالت لي انا عاوز، لو عايز تقرا صوره هتقول اي ام. هتسال ايه؟ اي ام اختصار صوره. فلو ما تكتب اي ام، في عندي ايمج ريد وايمج رو ورايت وايمج كاونت وايمج ريت وحاجه كتيره بقى وايمج كود الى اخره. وقول ان مثلا اختار اول واحده ايمج ريد. برافو عليك، دي اول حاجه. تاني حاجه ريد ايه؟ يعني ريد دي عشان اعرف اقرا مسار الصوره. يعني ايه مسار؟ يعني باس ريد ايمج باس. تاني حاجه اقول سي في 2 عرض صوره دوت اي ام شو. برافو. تالت حاجه قلنا ايه؟ عشان عرض الصوره بتاعتي، عشان عرض الصوره بتاعتي اقول سي في 2 دوت ويت. في حاجه اسمها ويت كي، الامر ده احفظوه بقى مهم جدا. الامر ويت كي ده عشان يثبت الشاشه صوره، عشان اعمل شاشه والشاشه دي تتم عرض فيها صوره وتتثبت. فهنا عشان اعرض الصوره بتاعتي، خلينا نطلع نمسك اول واحده. اول واحده الريد ايمج في الكونستراكتور بتاعتها هنا، او محتاج اكتب ايه؟ مسار الصوره. هقرا ايمج، ايه هي الصوره اللي انا عايز اقراها ومكانها فين؟ اي مكانها في الفولدر بتاعي اللي اسمه ايمجز، صح ولا غلط؟ هعمل داش اسم صوره اسمها ام ام دوت بي ان جي. اوكي اوكي برافو. طيب تاني حاجه بقى اهو، هعمل لها فاريبل اسمها اي ام جي، ام فاريبل باي اسم اللي يعجبك. يعني كده خلصنا من اول حاجه. خلاص ننزل كده تحت. تاني حاجة عشان نعرضها كده، خلاص عملنا فاريبل بيحمل مسار الصورة. عشان أبدأ أعرضها محتاج أعمل إن أي أوبن أي إم جي، بس كده. بس هل كده خلاص؟ محتاج هنا في أوبن سي في، في بيطلب مني في الريكوايرد اتنين، أكتب اتنين بارامتر ليها. البارامتر الأولاني اسم الشاشة اللي هتعرض عليها، وهنا مثلا وليكن شو إيمج. اكتب اي اسم يعجبك، الامر اصبح الغايه. لما يجي لك ايرور هنا فبيقول لك عشان بيقول لك دي مش في نهايه السطر، لازم تكون في بدايه السطر. الموضوع ليس لا يوجد فيه اسهل من ذلك. ندوس كده اوكي، دوسنا كده اوكي، نشوف كده اتعرضت الصوره بتاعتنا الموجوده هنا. طيب عايزين نعرض مثلا صوره تانية غير دي، مثلا فور اكزامبل عايزين نعمل اي صوره تانية. بس انا ما عنديش صور تانية هنا، هحاول اشوف اي صورة برنامج بتاع مخازن. مثلا الشخصية دي اسمها مثلا اتش اتش دوت بنج مثلا، اسحبها هنا كده اهي، هقول له هنا ايه اتش اتش. شايفين الامر لا يوجد اسهل من ذلك. ارد يا معلم الصورة بتاعتك، عرض لنا صورة. طيب مع ان في ممكن كمان الصورة دي خليها، عايز ارجع تاني ام ام بتاعتنا. ولو عايز اغير لونها الابيض واسود، ودي مهمه جدا عشان في مكتبه في الذكاء الصناعي، فعشان اقدر اعمل حركات كده في صور، من ضمن الحركات عشان اعملها فيها لازم اغير في اللون بتاعتها. ممكن تكتب فيها صفر، وممكن اكتب جنبيها حاجه تانية. يعني كتبت كده جنبيها صفر، عرض لنا صوره بلون ابيض واسود. يعني معايا في طريقة تانية كمان، ممكن أخلي الصورة تبقى أبيض وأسود غير الصفر. يعني وأقول لكم إيه فايدة الصورة لازم تكون أبيض وأسود، بس هنعرفها في المستقبل يعني مش دلوقتي. وآخر حاجة دلوقتي، ودلوقتي حالا محتاجين نتعلمها، محتاجين نتعلم إيه؟ أعرف معلومات شوية عن الصورة، يعني حجمها وعدد البيكسلز بتاعتها. فأنا في مكان فاضي هنا ممكن أعمل فاريبل اسمه بيكسلز، بي إكس اختصار اللي هي بيكسل، بتساوي أي إم جي دوت ايه بقى. في كذا حاجة بقى، يعني مثلا معلومة عايزة في سايز، وفي سايز عشان اعرف عدد البكسلز الموجودة فيها. خلينا كده ندوس كده اوكي. اول ما دوست اللي هو ران جاب لك هنا، هو انا مكتبتش برنت فيها، اقول برنت. انا محتاج الداتا بي اكس. يعني دي برضو حاجات لازم تفهموها قبل ما ننهي الدرس. كده قال لي دي عدد البكسلز بتاعتها اللي هي 29000 921600 بكسلز. طيب لو احنا شلنا مثلا، خليكم عايزين تحفظوا الرقم ده عشان نشوف بس في ديفرنت، هل في ديفرنت في عدد البكسل ما بين
اللون الابيض واسود، وبين اللون الاسود وبين الالوان. خلينا نجرب كده نشوف في سبيل الاختبار. خبر ابيض، انت شايف عدد البكسلز اللي فيها قد ايه؟ يعني لو انت عملت تحويل للصوره من الابيض للاسود هتلاقي الرقم اصبح اقل يعني، فجاب لك عدد ديفرنت اللي هي عدد البكسلز فيهم. يعني لو كنت ابيض واسود يعني فحجمها حجم الصوره تقل، لان هينقص منها كميه كبيره جدا من الالوان، هيخلي فيها لون ابيض واسود بس، لكن لو الوان بقى يبقى ابيض واسود وباقي الالوان كلها. ده مثال صغير عن بكسل. طيب لو عايزين نعمل مثلا، هنعمل فاريبل مثلا اسمها ديس، اللي هي حجم الصوره مثلا ديس او سايز اس اي زد اي اي مثلا، عشان ما يكونش فيه اشمام متشابهه، واقول مثلا اي ام جي دوت شاب، اقول اعرض لي هنا خلي ديس مس اللي هي الابعاد بتاعتها مثلا ديس. دي برضو معلومه محتاجين نعرفها، هنا الابعاد بتاعتها قال لي شايفين 720 في 3، وده على فكره رقم في 1200، ده الطول والعرض، وده الالوان بتاعتها اللي هي ار بي جي رقم 3. خلينا كده برضه نعمل تيست تاني اخر كده نشوف فيه هل في العدد الارقام دي هتختلف برضه لما خد كده كوبي. لازم نعمل تيست ونجرب هل في في ديفرنت طبعا ما بين الارقام دي ما بين الالوان وبين ابيض واسود. لازم تعمل اختبارات وتعمل تيست لكل حاجه عشان تشوف التفرقه بتاعتها. انت بتتخيل، تتخيل لما كده عملنا تيست نجرب نشوف، تلاحظ المعلومة دي مهمة جدا جدا جدا، لازم كانت تعرفها. نعمل هاش، وهنا قال لك ايه، اولانية لما جينا عرضنا الصورة اللي هي مش ابيض واسود بالوان ادالك في الاخر رقم 3، ولما عرض لي الصورة بابيض واسود وحطينا صفر شالك رقم 3. الرقم 3 دي بترمز لايه؟ الرقم دي 3 بترمز ار بي جي اللي هو الالوان، هي تعتبر الالوان. ودي طبعا انا بنوضح فيها في الدروس السابقه، وكان انتهينا من هذا الدرس. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.